الموضوع بصراحة كان ده توقعات وحضرتك شغال في المجال وغير نائب في البرلمان، ولكن شغال في مجال التطوير العقاري وعندك شركة كبيرة وداخل في شراكة وعندك تجربة أيضا في هذا المجال، كنت متوقع الأرقام دي؟ أولا أبدأ حديثي بأن مبروك لمصر وتفاؤل عن حق وانبساط عن حق ونجاح عن حق، وأقدر أقول يعني بسعادة شديدة أنه رئيس جمهورية يعمل ويكافح في كل الظروف وفي كل المواقف، ورئيس وزراء مايسترو ناجح، وفريق مع رئيس الوزراء فريق قانوني وفريق فني وفريق معاون من أعلى مستوى. وأنا كنت بتابع الفترة الأخيرة في أشغال الأخرانيين وعلى اتصال بشوف حجم العمل، بيقول إحنا ما بنروحش غير الساعة 11-12 بالليل من 7 الصبح، المعاونين اللي معاه المشرفين القانونيين بيشتغلوا 14 ساعة في اليوم عشان يجهزوا هذا العقد اللي مش سهل. انت بتتكلم عن عقد استثماراته ما تتجاوز 200 مليار دولار. فالحقيقة لازم الأول أبدأ بتقديم الشكر على هذا الأداء الرائع اللي بسط كل المصريين طبعا والمحبين لمصر طبعا. المشروع ده الحقيقة أنا هبدأه بقى بحاجة عكسية، أثره على المواطن، المواطن العادي اللي لا هو مستثمر ولا هو هيروح في هذه السياحة ولا غيره. كويس. واحد، تتحدث عن فرص تشغيل تتجاوز 100,000 فرصة عمل في مدة 15 سنة و10 إلى 20,000 فرصة عمل ثابتة بعد كده. اتنين، تتحدث عن إيرادات ضريبية وتأمينية هتتضاعف بقيمة حجم المشروع اللي هو 200 مليار دولار. إذا حصيلة ضريبية يعني قوة مالية، يعني نمو اقتصادي، يعني قدرة على تنفيذ حياة كريمة، يعني قدرة على إنهاء المشروعات المتعطلة، يعني قدرة على تطوير المدارس والمستشفيات. عظيم. طول ما أنت قادر هتعمل. طب إذا هذا المشروع جاي لك فلوس من محركات القدرة. من محركات اللي تمكنك من إن أنت تحقق حلمك اللي أنت أوريدي اشتغلت فيه واللي أنت مذاكره واللي أنت عملت خطوات، بس الإعاقة المالية كانت حاجز بالنسبة لك. فابتداءً أنا أخده من المواطن. أثر حقيقي واقعي عليه في منحى حياته بالكامل. المواطن العادي. كويس. اتنين، طب أثره إيه على سعر العملة اللي بدأت تتراجع؟ يبقى هيبقى أثره إيه على السلع؟ الأكل والشرب والحياة اليومية؟ طب هيأثره إيه على الدخول اللي كانت مش متلاقية مع الارتفاع الاستثنائي اللي حصل الفترة الأخيرة نتيجة العجز وعدم القدرة على مواجبة الاحتياج في قيمة الدولار؟ عظيم. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، السمعة الاستثمارية اللي هتجيب مشاريع تانية. ودي بقى تهمني جدا. طبعا الثقة. انت النهاردة لما بتحقق خطوة ناجحة بهذا الحجم الضخم العالم كله بيتكلم عليك، النتيجة ايه؟ النتيجة ان انا بأبشرك وأبشر نفسي ان سيكون هناك مشروع تاني وتالت ورابع وخامس في البحر الأحمر وفي الساحل الشمالي في العاصمة الإدارية وفي أماكن أخرى، مشاريع حقيقية هتضخ على ان المشروع ده جالك كده. طبعا على هذا المنوال وعلى هذا النسق الايجابيات بتسمع. طبعا النجاح بيجيب نجاح والناس بتطمئن والثقة. النهاردة قريت التقارير اللي بتتحدث بلغة مختلفة عن مصر. واللي بتتحدث عن رفع الرانكينج بتاعها الى بي. اللي كنا فيه. والخروج من النظرة السلبية الى النظرة المستقبلية المتفائلة. طب احنا يبقى مجرد ان في خطوة نجاح حقيقية على الارض احدثت كل ده، المواطن سيتأثر تأثر ايجابي مباشر. اول رسالة مني. طيب